يلاه حريشات معمرين كنوجدوا الحريشات الحشوه راه كنديروا الكفته والبصله ولا اللي عجبك ولا ولا الجبن والمعدنوس وشويه الحشوه البزار الحشوه انت راجعه لك انا غادي نعطيك غير الحريشات العجينه نص كيلو ديال السميده رقيقه ونسيطرو ديال الحليب جوج خمارات ديال الحلوى وشويه ديال خميره الخبز معلقه كبيره ديال السكر سكر كلاصي من الاحسن وشويه الملحه وكاس صغير مخلط ما بين الزبده والزيت نص كيلو سميده رقيقه نسيطرو ديال الحليب جوج خمارات شويه ديال خميره ديال الخبز معلقه كبيره ديال السكر كلاصي وشويه الملحه وكاس مخلط ما بين الزيت والزبده كنحرك هادشي كامل ونخليها ترتاح واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه كنرجع ليه كتكون الحشوه راه بردات كناخذ الاطار ولا حتى بيديك كتدهني يديك ولا ديري شويه الماء وديري كويره وتحليها من الوسط وتجمعي فيها الا عندك الاطار باش يجيوك مقادين حتى تعمريها بالحشوه وتسديها عاد ديريها في وديري لها تمربديها في السميده وديريها في الاطار وتقديها مزيان وتحيدي الاطار حتى كتساليهم وكديريهم في مقله ولا في الفران اللي عجبك طيبي فيه وكتقدميهم محمرين بالصحه والراحه. اييه ايوا كنتمنى نكون في المستوى هو دائما تبارك الله عليك فوق المستوى تبارك الله عليكم الله يعطيك الصحه شكرا لك بزاف لاله خديجه ونواصلوا غدا ان شاء الله والمزيد باذن الله البلاد وديال اييه ماذا بينا نعرفوا يعني الحويجات ديال الرشيديه ان شاء الله الله يعطيك الخير شكرا لك بزاف تبارك الله عليك.